بسم الله الرحمن الرحيم. كما قلت يعني مدرسة أخرى وكان استفدوا من هذه المباريات لأن حتى هما متأهلين للأولمبيات، ممكن يكونوا معنا في الجروب ولا ما يكونوش يعني في الدور الثاني ممكن يلعبوا ضدهم، يعني كان استفدوا من هذه المباريات كثير. ونهني الشباب لأن ما كانش مباراة سهلة، هما كيلعبوا بالإمكانيات ديالهم، وكما قلت مدرسة متغيرة كثير على المدرسة الإفريقية، لأن من غير أوزبكستان والعراق لعبنا دائما ضد فريق من إفريقيا. نهنيهم على ردة الفعل، وخصوصا لما سجلوا الهدف في الكورنير، الضربات الثابتة يوميا كان صدع لهم الراس بوغ ترافاي ريستي كونسونتري، دائما تركيز، وسجلوا هدفين ونهنيهم. ومن بعد كان ممكن سجلوا الرابع والخامس، لكن 3-1 استفدنا كثير من هذه المباراة. الاحترام للفريق الوطني المغربي الاولمبي، لان دابا دركين لما تشوف العراق وتشوف ريبوبليك دومينيكان، جوج بهم غيروا الخطه ديالهم، لعبوا بخمسه وثلاثه جوج، يعني كيغلقوا المساحات وما كيخليولناش يعني بزاف ديال المساحات. هذا احترام للمغرب، لان قبل ما كانش هذا الشيء، يعني احنا عاوتاني خصنا نجبروا حلول ضد هذا الشيء، وخصوصا في المرتده خصنا نكونوا منظمين. هذا الشيء اللي كاين، الباقي يعني اللعابه راهم غادي حتى هما غادي كوموندير غادي يتعودوا على هذه الطريقه ديال اللعب، وغادي نجبروا حلول ان شاء الله. واش كتخدموا على الكوتي بسيشيك؟ لان شفنا حتى تماركا البيت ديال التعادل عاد باش الدراري يتموتيفاو اكثر وتبدل شويه اللعب. كوتي بسيشيك حنا عندنا ميم ان كوتش مونتال اللي كيخدم مع الدراري، يعني شباب هادو عندهم 19 20 سنه، ضروري تخدم معاهم سور لو كوتي بسيشيك مونتال، سي تري تري امبورطون. خص الاولاد يكون عندهم ثقه في النفس ويكملوا، وحنايا كنستافدوا يوميا، كنستافدوا هذا الشيء اللي كنقول لهم، انتم صغار في السن خصكم تستافدوا، كنخدموا لهم على التكوين، ونتمناو من هنا 5 سنين ان شاء الله هما يكونوا الفريق الوطني الاول. لا بالعكس، لان اللعابه الاخرين عاوتاني اللي كيجيو حتى هما خصهم يقدروا يبينوا يعني الامكانيات ديالهم ويربحوا حتى هما بلاصتهم. كما قلت يعني هذه ماراثون ماشي سبرينت، قلتها بليزيور فوا. دابا دركين اللعابه اللي عندهم اللي يقدروا يلعبوا خصهم يبينوا، اللي غيرجعوا خصهم يبقوا في المستوى، يعني ماشي الواحد مشى ليكيب ا صافي راه مضمونه بلاصتو، وهذاك اللي جا من الفريق خصو يبين باش يضمن حتى هو بلاصتو. لاعبين انا كلشي مغاربه، ما عنديش الفرق ما بين محلي وبيناسيونو ولا كيف كتسميوها غير محلي، حنا كلشي مغاربه، تمنا مغربي، وانا كنشوف الامكانيات ديال اللاعب ما كنشوفش البطوله. ما تخرجوا، ما تنساوش تابوناو معنا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم.